السلام عليكم. تمام غادي نعدل معاكم اليوم واحد يوكل الديكور. يسابيس يوكل حقيقة أنا كنت كونتري غادي نكمل على الكوادرو ديالتي، سي بريو يو كونتري ستاكوسا ولدي اللي جبت هذا الكاخة، وفعلا كنت ديجا ناوية ندير بها ديكور. إيسي تنقو لابيس إوا صافي، وجيت باش هي كانت هكذا كاخة، هذه غير كاخة. فكرة غادي نعطيها لكم، ربما تكون عندكم تنتمة. اسكي بنتر ماما يتعملي التنفس. المهم حلها، لقيته هو حلها. انا كنحل غير بالموس، كنحيد هاد اللويحات باش ما غير بالموس ولا باللقاط اللي عندكم. انا كيجيني ساهل غير بالموس هكذا. تمام البيغامينتو كيتدام البيغامينتو كويدا موتو. يلا نشوفوا شنو غادي نصنعوا بهذه هاد الكويخه الصغيره. ماما سابس ماما تو سابس لغلار اي اي تامبي بين سايب تامبي سي تا بينتا كون لابيس نو واهمي اس بينتا كي استا بارتي استا ماما ميرا استا كوسا اس بارا بينتا اي اتشار كوسا بوينس. غادي نحيدو كلشي هاد اي تامبي بينتار كوشيات اي تامبي بينتار هاد اللويحات الرقاقات، حيدوا ليهم السلوكه. رقيت هذه مهرسها شي شويه، ولكن معليش انا كندير الديكور صايي نيمبورتال استو نو شي كارتون سولو سابا كي اس سولو اس ولا غادي نحيد ليهم كاع هاد السلوكه هذه. اس ماديرا ماديرا باش لو تراباخار كلارو ماما ماديرا نيمبورتال تراباخالو استو ديفيسيل خرجي تخلقها لا ماما روح القار ارسل مني القار No lo sé, así es mejor, mamá. Es mucho duro, es slime. ¿Vale? La gente ha puesto uno duro, solo es un duro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? هيا هيا لا كخوني صح دي هدي خذ دي و زعما اللي تسخر البصره خصو العقل. وانا خصني قنطار ماشي غير غير شي شويه. قديها صاحبي عمري غير نعكس باللقاط راه غادي تحيد بالزربه. سي دار كيتانولو يوزو كيتانو كل التيخيرات. ها ماما حتى دور كلارو بيان ماما كي حيدنا ليهم هاد السلوكه كلهم. سي الان كيتادو طولو سي ستان بيغروسو اتفقا هكذا. سي باكي سون بيغروسو سي لو توكا تي اسين دانيو روسيغا يونا. غادي نحاول نديرهم هكا بحال الرشقات. سي اسبارا سيلو بيغامينتو. هما شويه فايتين هم حقاش هما كانوا جايين هكا كاكا. سي برو تيمو لا بيغامينتو. غادي نحاول نديرهم كي الرشقات، نقدر نقص بهم واحد الطريف منا وطريف منا ونديرهم كي الرشقات، ومن بعد نرجع نشوف كيفاش غادي يطلع هادشي. انتي ملي غادي الفيديو خارقين وها انواع ماشي بصح. المهم البنات كما وريت لكم الطاقه هي خاويه، ودرت هادو قطعتهم قديتهم حتى وزنت عبرت وقديتهم. وغادي نجيب هادو نلصقهم من تما لداخل هكذا، ومن بعد نلصق هادو بحال الطاجيرات. تقدروا تغلفوهم، تقدروا تصبغوها، ها انتما معايا نشوفوا كيفاش غادي تطلع في الاخر. Esta cosa es más duro porque no sabes cómo echar esta cosa. Necesitas saberlo con gimnasia.
المهم البنات انا نوريكم هذا كيفاش شنو هنايا وصلنا، وغادي نغلف هنا باللون ديال القهوي بعدا نيت. تقدروا تغلفوا باللون اللي عجبكم ولا تصبغوها، فاش هذه راه خشبه. ها انتما معايا، غادي نفصل هذا الطاغيط عندي عليه، وغير هذا اللي وجد عندي، وكان عندي واحد من الاول وكان كيتباعوا مثلا الا بغيتوا تشريوهم كيكونوا ساهلين يكونوا حسن. انا كنخدم داكشي اللي عندي في الدار، هكا اقتراح عاوت ما الاولاد نخليوهم يبقاو يتجراو برا، نبقاو نلعبوا معاهم في الدار ساعه ساعه، وما كيبغيو ملي كيلعبوا معاهم الكبار كيخليهم كيحفزهم حتى يديروا ينتجوا يديروا شي حاجه، يخرجوا شي حاجه من عقلهم مثلا. والبنات كنت غادي نغلفها، ومن بعد دارت لي الخوا قلت البنت راه احسن، اي بنت راه عندكم صلاح، هذه غير البنت اللي شريتها لولدي كندير بها الشكل ديال الرشقه، وانتم كتشوفوا هاد الكارويات اللي كندير، كل واحد يبنتر على حسب الذوق اللي ديالو. انا كندير هاد الشكل هذا بحال الشكل ديال الرشقات نتاع بكري، انا كيحمقوني الحوايج تاع بكري، وكندير بحال الشكل تاع الرشقه بكري هكذا، ونزوقها ونرجع ثاني معكم تشوفوا كيفاش. والبنات سمحوا لي على الطوم، ما عنديش هنايا. المهم هذا هو الشكل ديال الرشقه ديالي اللي كانت كاخه، كيفاش رديتها صبغتها، شوف كيفاش غادي نهزها لكم كامله، يعني ها هي ربي كيفاش نديرها نهزها كامله. ها كيفاش درت لي هذيك الرويقات، وها هما الرجلين اللي درت ليها، انا غير حطيتها على الطبله، يعني تقدر تعلقوها وتقدروا ديروا فيها الديكورات هكذا. يا ربي واش كنهز نيشان، تقدروا ديروا فيها الديكورات او لا تقدروا ديروا فيها السبايغ الريحات كولونيا، تقدروا ديروا فيها البنات الادوات في سميتو. المهم فين ما علقتوها تصلح لاي حاجه، وهي كانت غير كاخه. هذا هو الديكور اللي كنا تشاركناه مع بعضياتنا اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، غنوريكم كيفاش زوقتو بحال الشكل ديال دوك الرشقات ديال بكري. ها هو فيها الرجلين، ديروا فيها السبايغ مثلا، ديروا فيها اي حاجه بانت لكم. المهم حوايج الدوش ولا حوايج الديكورات كان ولا السبايغ ولا، المهم انا عطيتكم اقتراح، تقدروا تصبغوها حتى من كل شيء. انا صبغتها يعني غير بضيق الوقت، لان ظلام ظلام الحال يعني الشمس مشات، وهنا هاد البلاصه ما عنديش الضوء، هادي شدو هنايا ما قدرتش نركبها لراسي كنخاف بالضو. هيا وريتها لكم، وحطيتها غير فوق سميتو فوق الطبله، اكيد الا ما هرسهاش ولدي حقاش كلشي كيبغي يهرسو، غادي ندير ليها مسامر ونعلقها في الحيط وتجي شكل شكل كوادرو، ولكن هي كتحط نشوف هكذا حطي فيها كلشي حويجات اللي بغيتيها. هذا هو الشكل النهائي ديالتها، كنتمنى تكون عجبتكم الفكره، وما تنساوش كما العاده ما تنساوش الدعم لهاد القناه، مازال عندي ما نعطي ان شاء الله شويه ديال الدعم، شويه ديال التشجيعات ديالكم اللي كيحفزوني كيعاونوني نخرج داكشي اللي في خاطري وفي قلبي. وانا هاد الديكورات انا الحقيقه كنحماق عليهم كخا، خرجنا بها ديكور زوين رشقه يعني، وهذا الشيء غير هذا غير الشيء غير سهل يعني، الا بغيتو تبدعوا كثر تبدعوا. وكما وريتكم النقش ديال داك الرشقات ديال بكري،
حتى لهنايا كنكمل معكم. شكرا كثير اللي كيعاون القناه ديالتي لي لايك، ما تنساوش لي لايك، تشجيعات الله يخليكم، لي لايك ديروا لها كومبارتير مع الاحباب والاصدقاء، عاونوا هاد القناه ديال القدام، وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم بزاف 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 من القلب الخالص. شكرا للناس ديال الخير.